ساعة متواصلة معكم ويوسف الحسين. مساء الخير يوسف. ازيك يا محمد؟ ازيك يا هبة؟ عاملين ايه؟ ايه احوالكم؟ كله زي الفل تمام؟ النهارده في النشرة كان في أخبار كتيرة جدا، لعل أبرز خبر كان معانا النهارده تكريم السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس لمجموعة من النماذج الرائعة والمشرفة اللي بتمثل المرأة المصرية. شهر مارس شهر المرأة، يعني من يومين كان 16 مارس يوم المرأة المصرية، 8 مارس يوم المرأة العالمي، وكمان كام يوم كل سنة طبعا وكل أم مصرية بخير، 21 مارس عيد الأم. هو غالبا السنة كلها تطلع في الآخر خالص سنة المرأة المصرية وسنة المرأة في العالم، وإحنا نبقى عايشين يعني في حالة مظلومية بقى مستمرة. بس من لكن نماذج مشرفة يوسف عبر التاريخ، نضال للمرأة المصرية ابتدى في طبعا هو في ثورة 19 واستمر حتى يومنا هذا في نضال في كافة المجالات ووصولها لكل المناصب اللي ممكن هي توصلها المرأة المصرية. صحيح، يعني لسه يمكن في أكتر كمان ممكن يحصل في مصر في مسألة تمكين المرأة ووصولها لمناصب أعلى وهكذا، وأنا بعتقد أنه يمكن في حياتنا احنا الثلاثة نقدر نشوف ده، مش هنقول حتى يعني أولادنا اللي هيشوفوا، يمكن احنا كمان بإذن الله نشوف أكتر من كده. جميل، بندعو السادة المشاهدين لمتابعة يوسف الحسيني ومتابعة وأخبار لأهم ما يدور في الشارع المصري في التاسعة مع يوسف وننضم الحسيني. للمشاهدين أشكركم، شكرا يا هبة، شكرا يا عبد، شكرا ليكم جدا، وشكرا لكل صناع التاسعة. نستأذنكم نبدأ فقراتنا.